السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المحاضرة الثالثة من مادة قواعد إدارة الإنشاء، تقديم الأستاذة فدوى من جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية بعون الله نبدأ. طبعا استعرضنا في المحاضرات السابقة أنواع العقود وصيغة العقد وكيف تكون المستندات المرفقة بالعقد. اليوم هنتكلم على المواصفات. المواصفات وهي أحد المستندات المكتوبة ولابد أن تكون مرفقة بالعقد، ولابد أن تكون مرفقة بالعقد. فمحاضرة اليوم لازم نلموا على هذا المستند ونشوف طريقة تجهيزه ولمن نجهزوه ومن يكون يعني يكون مستحق لهذا المستند أكثر من غيره، أو من يكون بحاجة هذا المستند أكثر من غيره. ليش؟ لأن أنا عندي عدة أطراف تشتغل في هذا المشروع، عندي المالك وعندي المصمم أو المشرف وعندي المقاول اللي هو ينفذ. فأنا عندي ثلاثة أطراف يعملوا على تنفيذ هذا المشروع. فالمستند هذا كيف ينصف هذه الأطراف الثلاثة؟ هذا هو اللي بنتعرف عليه في محاضرة اليوم، من فقرة أو من تجهيز مستند ما يسمى به المواصفات. أولا، ما هو هذا المستند؟ هل هي رسومات توضيحية؟ هل هي شنيط؟ لا، هي تعتبر تعليمات مكتوبة، تعليمات مكتوبة تكمل النواقص اللي في الرسومات، سواء كان رسومات تفصيلية أو توضيحية. زي ما هو موضح، أنا تعتبر المواصفات تعليمات مكتوبة تكمل الرسومات وتحدد تحديدا كاملا شروط العمل ومتطلباته الفنية ونوع المواد ودرجة الجودة. تحت درجة الجودة هذه أحط 100 خط، ودرجة جودة المصنعات التي يطلبها صاحب العمل. تمام. لما أنا نقولك نفذ لي على سبيل المثال باستخدام اسمنت، باهي أنا عندي عدد لا يحصى من أنواع الاسمنت خاصة للسوق المفتوحة، فشني؟ فلابد هنا من تحديد نوع الاسمنت. مثلا أنا بنمشي على المواصفات الليبية، نقول استخدم لي راه في البناء وفي عجن الأسقف وفي غير أي اسمنت، أي عمل يخش فيه الاسمنت استخدم لي فيه الاسمنت البروتلندي نوع كذا، ونعطي له الرمز بتاعه. تمام. وبالتالي حاجة زي هذه مستحيل نقدر أني أنا نوضحها على الرسومات، لابد أن تكون هناك وصف مكتوب لبعض الأشياء اللي لابد أن تدخل في عملية التنفيذ وهكذا. وخاصة في المواد الصحية، المواد الصحية لابد من تحديد درجة جودتها ومصنعيتها. هذه وين مش هتكون واضحة على الرسم، لابد أن وبالتالي لابد من وصف بعض بنود الأعمال اللي خاشة في تنفيذ هذا المشروع كتابيا، وهذا ما يعرف بالمواصفات، وهذا ما يعرف بالمواصفات. تمام. أيوة. وفي الغالب يضحى المالك، لأنه هو يحب أن المشروع بتاعه يظهر بالشكل كذا أو بالجودة المطلوبة من بمقاييس معينة. في الغالب أن المواصفات يضحى المالك، مالك المشروع. أيوة. وتعتبر، نكمله، وتعتبر معيار ودليل للمقاول. تمام. تعتبر معيار لأنه بيحدد فيها درجات الجودة، ودليل للمقاول اللي هو بيمشي عليه في تنفيذ كل بند من بنود العمل. فالرسومات توضح المطلوب عمله فقط، لكن المواصفات تذكر كيفية تنفيذه والناتج المطلوب الحصول عليه. واضح؟ فهذا الفرق ما بين الرسومات والمواصفات، وهنجو طبعا نوضح الفروقات أكثر في الفقرات الجاية. هنا النقطة اللي بعدها قال لك تشمل المواصفات أخرى، يعني المواصفات خاطي نوع الجودة وخاطي المتطلبات الفنية ونوع المواد، تشمل أيضا شنو؟ تحديد
للشروط والقيود الخاصة بالعناصر التالية اللي هي شنو؟ من ناحية المواد، حتى العمالة، من ناحية العمالة والمعدات المستخدمة في التنفيذ والزمن، طرق التنفيذ وطريقة التنفيذ. على سبيل المثال نبي أنا نقوم بعملية العجن، هل هو العجن يدوي ولا باستخدام آلة ولا غيره، وهكذا التصنيع والتصنيع. تمام؟ فلما نجو ناخذوا نحن العناصر اللي قلناها تول، هي المواد والعمالة والمعدات و و و، لو خذينا كل وحدة منها نزيد نوضحوها. فيقول لك المواد، المواد تنقسم إلى، ما أنا عندي مواد طبيعية ومواد مصنعة. فالمواد الطبيعية اللي تخش لي في البناء هي عبارة عن رمل بكل خواصه الطبيعية والركام، والمواد المصنعة اللي هي شني؟ خرسانة، لأن الخرسانة تصنع من مجموعة مواد تضاف على بعضها البعض، تضاف مع بعضها البعض، فيكون الناتج خرسانة، فيكون الناتج خرسانة، مش بس مواد مع بعضها البعض، بل الخرسانة هذه من أي ناحية؟ من ناحية التركيبة الكيميائية. أوكي، هل هي مقاومة للأملاح؟ خرسانة شنوحة؟ على حسب نوع الإسمنت اللي خاش. فعندنا التركيبة الكيميائية، وعندنا طرق التصنيع، طريقة تصنيع الخرسانة أهي على حسب النسب الخل، وعلى حسب شنو الآلة التي تعمل على إنتاج هذه الخرسانة، مدى تغير الخواص، أمتى مدى تغير الخواص؟ لأن عندي مواد تضاف للخرسانة، مواد إضافية تو نتعرفوا عليها بعون الله تعالى. ثانيا العمالة، العمالة من ناحية شنو؟ من ناحية التخصص، من ناحية التدريب، من ناحية الخبرة، من ناحية عدد العمالة والمدة الزمنية. لما واحد يخدم لي نص يوم مش زي عامل يخدم يوم كامل، مش زي عامل يخدم بالساعات، وهكذا. وكذلك الإشراف الفني، عناصر السلامة والأمان، طرق المراقبة، هذه كلها خاشة في العمل. ثالثا نجول للمعدات. تمام، نحن تو مازلنا ضمن ما يسمى به، عفوا ما فيش استجابة، أنا شايفة خيرة مشكلة فيه. لا. ايوه، فنحن ضمن شني؟ ضمن هنا، ضمن ما تشمله المواصفات، ما تشمله المواصفات من المواد، نحن ناخذ في المواد من ناحية مواد طبيعية ومواد صناعية، العمالة من ناحية الخبرة ومن ناحية الزمن والمعدات، بعدين بناخذ الزمن وطرق التنفيذ والتصنيع. مش تكونوا معاي؟ اوكي، فنحن توا في ثالثا المعدات. المعدات اللي هي من ناحية شنو؟ الخصائص الميكانيكية. ليش؟ لأن المعدات عندي أنا معدات دمك ومعدات حفر، فكلها تعتمد على شنو؟ على وزنها، على الوزن. مثلا في عملية دمك التربة لابد الوزن، صح ولا لا؟ القوة، قوة الدفع، الآلات في أعمال التسوية، وهكذا. نجو بعدها الشني برنامج العمل، برنامج العمل، وبرنامج العمل طبعا هذا كله متعلق بالمعدات. أوكي، برنامج العمل به، وخبرة التشغيل، ان ندرب العامل على كيفية تشغيل هذه المعدات وهذه الآليات. وكذلك خش فيها صيانة، صيانة الآلة، صيانة الآليات. نجولي رابعا، رابعا قلنا الزمن، الزمن اللي هو مدة التنفيذ. مدة التنفيذ هذا بأن نحدد فيها فترة العمل اليومية، فترة العمل اليومية، وهذا تتوقف على الآليات وعلى العمال الزوزمة يأثروا على الزمن. وكذلك عندي اللي يأثر على الزمن فصول السنة، من ناحية شنو؟ من ناحية الطقس، تغيرات الطقس تؤثر على مدة تنفيذ أي مشروع، بالإضافة إلى البيئة المحيطة الخارجية، تعتبر عامل من العوامل التي تؤثر على زمن تنفيذ المشروع. ف
فهذه العوامل اللي ذكرناها هذه كلها خاصة ضمن المواصفات، تذكر في المواصفات. أوكي، نحن وصلنا لعند رابعة، وعند الفقرة هذه المكتوبة بالأحمر مهمة جدا. ليش؟ لأن هنا قال لك شنو قال؟ قال لك تعتبر المواصفات أحد الأجزاء الأساسية من العقد. تعتبر المواصفات أحد الأجزاء الأساسية من العقد، لا يتم التعاقد إلا بوجود هذا المستند، والعقد ما يقعدش كامل إلا بوجود هذا المستند. وإذا اختل العقل معناه المستند هذا غائب، تمام. وهي من المرجع الرئيسي لتحديد المواد المستعملة زي ما ذكرنا سابق ووضحنا، والحدود المتطلب الالتزام بها من ناحية الجودة. أظن هذه واضحة. ويستند إليها أمتى نستند للمواصفات؟ في حال وجود نقص في تفاصيل التصاميم والرسومات، مش بس هيك، ويتم الرجوع إليها كذلك عند حدوث خلافات فيما يتعلق بالجودة. لو أن لقيت المنفذ اللي هو المقاول منفذ لي بعض بنود الأعمال بخلاف المواصفات لأني حددتها كمالك، ووقع خلاف بيني وبينه، أين المرجعية؟ إلى العقد. ليش؟ لأنه ضمن مستنداتها المواصفات. نرجع للمواصفات، وفي عقد وفي التزام على كل طرف. تعال هنا البند هذا موش منفذ ضمن مواصفات كذا 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 كذا، وبالتالي يتم وضع حد لهذه الخلافات. أوكي، الفقرة هذه مهمة جدا هنا. ونظرا لأهمية المواصفات فأنه يتطلب الأمر إلى الإلمام بأسس وأساليب كتابة المواصفات السليمة والمحددة بحيث تكون غير قابلة للتأويل. واضح؟ معناها مش كل من هب ودب يقدر يكتب حاجة اسمها مواصفات، لابد أن فيها أسس، أسس تعلمك كيفية كتابة المواصفات السليمة والمحددة. مش بغير هو دش وخلاص تعبير، لا، هي ضمن وصف لكل بند، وصف محدد بحيث شني تكون غير قابلة للتأويل. مش يقول لي لا أنت كاتبها كذا تعني بها كذا، لا أنت هذه تعني بها، مش لا، تكون غير قابلة للتأويل. واضحة؟ وحتى تسهل عمليات تحديد وتوريد المواد المستعملة والالتزام بمتطلبات الجودة وعدم تعرض العمل للتأخير، وبالتالي فإنه من الضروري أن يكون هناك استيعاب كامل لشني عدة عناصر. شن هي؟ واحد، دور المواصفات. اثنين، ما هي العلاقة أو العلاقة بين الرسومات والمواصفات؟ وهذه تجي في شكل سؤال، ما هو العلاقة بين الرسومات والمواصفات؟ أيوة، فالرسومات هي مساقط لمختلف أجزاء المبنى. هنا نوضحه، الرسومات هي مساقط لمختلف أجزاء المبنى، لكن تجي للمواصفات لا، هي نوع المادة أو المواد، عملية تنفيذها يعني كيفية التنفيذ، ودرجة الجودة، المنتج اللي في الأخير ينتج شنو هي الجودة بتاعته. ثلاثة، تنظيم المواصفات وفق لترتيب استخدامها. مثلا يعني نجوم نظم كتابة المواصفات وفق لأعمال وفق لترتيب تنفيذ الأعمال. بمعنى مثال هنا طرح، مثلا يقول لك أعمال الهدم تسبق أعمال التسوية، تمام. ما هي أنواع المواصفات؟ وهذه تساعدنا في طريقة كتابة الوصف البند. فأنواع المواصفات أنا عندي كم؟ نوعين مهمين وشائعين اللي هو واحد واثنين، وبعد يجي ثلاثة وأربعة. النوع الأول اللي هي المواصفات الكاملة، وفيها شرح لتفصيل كل خطوات العمل وتحديد لنسب المواد ونوعيتها. وناخذ مثال. اثنين، تحديد الخواص النهائية. شو معنى تحديد الخواص النهائية؟
وشن معنى الوصف الكامل؟ الوصف الكامل إن تاخد بند من بنود العمل وتوصف وصف كامل من البداية لعند الأخير، لعند منتج هذا البند، ماذا ينتج هذا البند. لكن في تحديد الخواص انت بتقول لنفذ للعمل كذا، باش في الأخير نبيه ضمن القوة الفلانية او ضمن الوصف الفلاني، تعطيه النتيجة الأخيرة. هو عايز يستخدم اي وسيلة هو يراها مناسبة او يقدر عليها في سبيل انه يوصل للخواص النهائية اللي انت طالبها. لكن في الوصف الكامل لا، انت بتحدد حتى طريقة التنفيذ شن هي، وكيف ينفذ، وكيف يعالج، الى ان يصل الى الخواص النهائية. اوكي، وهنا تو نطرح تو مثال بعد ما نقرأ 3 و4. 3، تحديد المصدر. يتم اختيار أحد الوحدات المصنعة باسم وعلامة تجارية مسجلة معروفة أو مصدر محدد، مثلا الأعمال الصحية. واضحة. 4، طريقة المراجع. طريقة المراجع فيها يتم تحديد إحدى المواصفات القياسية الرسمية المعتمدة. مثلا يقول لك أنا نبي ضمن المواصفات الليبية بأن يكون الاسمنت من النوع البورتلندي سريع التصلب وفق للمواصفات الليبية، رقم ونحط الرقم. أوكي، وهذه اسمها طريقة المراجع. طريقة المراجع اللي فيها يتم تحديد أحد المواصفات القياسية الرسمية المعتمدة. أوكي، قبل لا لمن تكتب المواصفات نشوف المثال وينه، باش يكون فيه ربط للموضوع. أهو مثال على الوصف الكامل اللي هو شني. مثلا يقول لك يجب أن تتكون الخرسانة، معناها المادة اللي هو طالبها خرسانة، والخرسانة مادة مصنعة معناها أكثر من مادة. طريقة الوصف الكامل لإنتاج الخرسانة هذه شني؟ أيوة، يجب أن تتكون الخرسانة المستعملة من هنا يبدأ الوصف. 1200 كيلوغرام ركام، هذا وزن، كيلوغرام وزن، معناه حدد لي وزن الركام، أول مادة خاشة في صنع الخرسانة. واشترط أخرى، اشتراطات الركام شن هي؟ مش بس حدد لي ليها وزن، لا، أن تكون نظيفة خالية من الأتربة والمواد العضوية ويقع ضمن التدرج الحبيبي. نجي للمكون الثاني للخرسانة، أن يكون وزنها 1600 جرام من الرمل واقع بين الجزء الثاني من التدرج الحبيبي. تمام، هذا وصف المكون الثاني. المكون الثالث، اسمنت، ان يكون وزنه 350 جرام من الاسمنت، شو النوع؟ بروتلندي. ودائما الماء يكون مربوط بنسبة بالاسمنت ديما. فهنا شن جاي مكمل وقال لي وتكون نسبة الماء الى الاسمنت، هي في الحقيقة هذه كمية المية التي تضاف، وهي لازم تكون نسبة مربوطة بالاسمنت، لازم. وتكون نسبة الماء الى الاسمنت نص، بحيث يكون، مش بس اكتفى بك، قال لي بحيث يكون مقياس التشغيل في حدود 10 سنتي. مقياس التشغيل اللي هو يحدد لي قوام الخلطة الخرسانية، بعد ما انا حطيت ركام ورمل واسمنت وماء، قوام الخلطة الاسمنتية لابد ان يكون ضمن هذا الشرط، باهي اللي هو شني؟ ان يكون مقياس التشغيل في حدود 10 سنتي. تمام، طريقة الخلط مازال حط لي ليها وصف، بعد ما نحط المواد هذه كلها لابد ان نخلطها. الخلط كيف بيكون؟ يدوي؟ لا، انا قال وتخلط جميع هذه المواد بخلاط ميكانيكي لمدة 5 دقائق على الاقل، ويوضع الركام اولا ثم الاسمنت والرمل مع اضافة الماء تدريجيا، ثم تنقل الخرسانة الى موقع الصب. حتى طريقة النقل يتم وصفها، تنقل الخرسانة إلى موقع الصب بطريقة لا تسمح بحدوث انفصال للحبيبات، ويجب استعمال الهزاز في الصب. يعني شوف، وصف لي من بداية كل مادة مكونة للخرسانة شن هي وزنها ومواصفاتها وكيفية إضافة المواد هذه على بعضها، والقوام لازم شن يكون، وطريقة الخلط كيف تكون، ومدة الخلط حدده لي، وطريقة نقل الخرسانة أهي، وطريقة صبها، وطريقة صبها بالموقع إلى موقع الصب بطريقة لا تسمح بحدوث انفصال للحبيبة. وجهانة، ويجب استعمال الهزاز في الصب.
ودمك الخرسانة وبعد مضي خلاص طبعا صبيناها في القالب وصار عملية الهز باش يطلع الفراغات الهوائية، ما اكتفاش بك، قال لي بعد مضي 24 ساعة تبدأ معالجة الخرسانة برشها بالماء، وتتوالى هذه العملية تباعا على مدى 15 يوم. هذا هو طريقة الوصف الكامل لكل بند من بنود تنفيذ العمل. أما طريقة الخواص النهائية، لو خذينا على نفس المثال، هذه خرسانة وهذه خرسانة، لكن شوف عايدة الفرق بين هذا الوصف الكامل وبين الخواص النهائية شني؟ قال تعمل خرسانة باستعمال تروكان رمل اسمنت بروتلندي بحيث لا تقل كمية الاسمنت عن 350 كيلو جرام من الخرسانة النهائية. يعني كل 350 كيلو جرام اسمنت على في المتر المكعب من الخرسانة، إن ما تقلش الاسمنت عنك. والقوة الخرسانة بعد 28 يوم، هذا هي الخواص النهائية، قوة الخرسانة بعد 28 يوم لا تقل عن 250 كيلو جرام على المتر المربع. فهنا هو هيستخدم النسب، عنده حرية الاستخدام، توا يستخدم أي نسبة بأي طريقة خلط. المهم في الأخير أن قوة الخرسانة لا تقل عن 250 بعد 28 يوم، وأن الإسمنت هنا يكون وزنه في المتر المكعب 350 بس. هذه هي الخواص النهائية. خلاها التفاصيل هذه كلها خلاها لي المقاول اللي ينفذ الخرسانة. فهذه الفرق ما بين الوصف الكامل والخواص النهائية، والطريقتين هذين هم أكثر الطريقتين شائعات في كتابة المواصفات. في كتابة المواصفات نجو تولي أنواع، أو لمن تكتب المواصفات. لمن تكتب المواصفات؟ إن الهدف الأساسي من إعداد المواصفات هو تمكين جميع الأطراف المعنية بالعمل من الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والشروط الخاصة بالعمل بتفصيل ودقة، وبما يزيل أي غموض ويمنع التأويل. أصبحت واضحة الأمور هي. لذلك تكتب المواصفات للأطراف المعنية بالعمل. تكتب المواصفات للأطراف المعنية بالعمل. فمثلا ده أنا الطرف الأول، المالك. يعتبر المالك الجهة الرئيسية المستفيدة من كتابة المواصفات الفنية، حيث يتم تحديد مواصفات مواد وطرق العمل بها والأيدي العاملة طبقا لرؤية المالك للمستوى الفني المطلوب التقيد به في التنفيذ. بهذا فإن المواصفات الفنية تحافظ على حقوق المالك أمام المقاول، وتحدد مستويان الجودة التي يتطلع وينفق في سبيلها موارده المالية للمشروع، اللي هو من؟ اللي هو المالك. وضحت؟ تمام. هذا بما يتعلق بالمالك. تمام. فالمالك هو المستفيد الرئيسي من كتابة المواصفات لأنه تحفظ له حقوقه. تمام. نجي لي الجهة الإشراف، المهندس المشرف. تمام. المهندس المشرف بيحتاج المواصفات ولا ما يحتاجش المواصفات؟ أكيد بيحتاج المواصفات. هنجي نشوف هنا نظرة المهندس المشرف، أو مدى احتياج المهندس المشرف للمواصفات. هنا يتولى المهندس الاستشاري المصمم في الغالب بدور إعداد المواصفات طبقا للأصول الفنية والتي يعتمدها صاحب المشروع، هذا عرفناه من قبل. وقد لا يكون من أعد المواصفات الفنية هو من يشرف على تنفيذ الأعمال، شيء بديهي من المهندسين والفنيين والمراقبين داخل المشروع. لذلك فالمواصفات تعتبر وثيقة مرجعية لجميع المعنيين بالمشروع في حالة الرغبة في تفسير بعض الأعمال أو توضيح بعض بنود وشروط التنفيذ. هذه بالنسبة لجهة الإشراف. نجي تولي المقاول. المقاول
المقاول، تحدد المواصفات للمقاول، تحدد المواصفات للمقاول ما هو مطلوب تنفيذه وبأي مستوى من مستويات الجودة وما يمكن تنفيذه من خلال إمكانياته، ومدى الحاجة إلى الاستعانة بمقاولين فرعيين. على سبيل المثال احنا قلنا من ضمن المواصفات المعدات، على سبيل المثال انا ما عنديش معدات حديثة بحيث انها تنفذ لي العمل هو بالجودة المطلوبة ضمن المواصفات، وما نبيش نخسر العمل، شو ندير؟ انا كمقاول هنتعاقد مع مقاولين اخرين يملكون هذه المعدات اللي تمكنني من تنفيذ هذه الاعمال بالمستوى الجودة المطلوبة اهي، وهذا التعاقد يسمى بالتعاقد بالباطن، التعاقد بالباطن، وهذا ما نعني به مدى الحاجة إلى الاستعانة بمقاولين فرعيين. أربعة، هتخش للمواصفات في حساب تكلفة المشروع، صح ولا لا؟ لأنها متعلقة بالجودة، متعلقة بالعمالة وبالآليات وبنوع المواد، صح ولا لا؟ فهي بتخش لي في حساب التكلفة. المكلف بتقدير التكاليف حيث يمكنه معرفة كميات مختلفة، الكميات المختلفة لبنود أعمال المشروع ودرجة إتقانها ومستوى جودتها. فمعناه المواصفات لمن؟ للمكلف بتقدير تكلفة المشروع هيحتاج المواصفات، تمام؟ ده. والنقطة اللي نحن ركزنا عليها وكنا كاتبينها بالأحمر في السلاش السابق اللي هي من يلجأ إلى المواصفات؟ المحكمين أو استشاري المطالبات، يعني اسم المحكمين أو استشاري المطالبات اللي هو شني؟ في حال وقوع خلاف ما بين المقاول وبين صاحب العمل هنا، وهي تساعد في الوصول إلى المقترحات لحل الخلافات التي قد تنشأ عند تنفيذ المشروع، تمام. في عند العلاقة بينه قلنا المواصفات وبين الرسومات أو الخرائط، تمام. باه نبي نتعرفوا على العلاقة أهي بصورة أكبر وأشمل. يتم توضيح البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة لتنفيذ المشروع على الخرائط والرسومات المعدة للمشروع، وتعتبر المواصفات وسيلة نقل البيانات والمعلومات بين المصمم والمنفذ، ولأن الرسومات والخرائط والمواصفات تكمل كل منهما للآخر، لذلك يجب الحرص على أن لا تكون هناك أي اختلاف في البيانات والمعلومات الموجودة بهما، وذلك لمنع أي مشاكل أو اختلاف أو سوء فهم وتناقص يؤثر سلبا على تنفيذ المشروع، تمام؟ تمام. فتو أعطيني الخرائط شن توضح، وأعطيني المواصفات شن تقدم. توضح الخرائط عموما البيانات والمعلومات الآتي: 1- الحدود، حدود المشروع، حجم المشروع، شكله، موقع كل جزء من أجزاء العمل. لما يكون عندي مشروع كبير لابد أن نوفر أو نخصص مساحة نحط فيها الآليات، نخصص مساحة نحط فيها المواد، صح ولا لا؟ فالخرائط لازم أن تكون شاملة للأمور، هي توضح لي الأمور، هي اليوم موقع كل جزء من أجزاء العمل. ده 2- موقع كل جزء من أجزاء العمل، بمعنى نتحدد لي المساحة هذه هي قدمية لشني، المساحة هذه تنفذ لماذا، بتكون فيها التفاصيل كلها واضحة. نجي للنقطة بعد، هي النقطة اللي ذكرناها من شوية اللي هي موقع المواد وين، الأجهزة وين، المعدات وين. 3- التفاصيل والأبعاد العامة للمشروع، صح ولا لا؟ 4- تفاصيل وتصاميم وأشكال الإنهاء الداخلي والخارجي والأبواب والنوافذ، تمام. ده 5- حجم وسعة الأجهزة والمعدات، أوكي. هذه الخرائط. أما المواصفات
فإنها توضح بالتفصيل البيانات والمعلومات شني الآتية: 1. نوعية وطبيعة المواد والأجهزة والمعدات. 2. مستوى أو نوعية العمل المطلوب، مستوى العمل شنو هو ولا نوع العمل شنو هو. 3. طريقة العمل أو النص أو التركيب. 4. الفحوصات والاختبارات المطلوب إجراؤها. 5. المواصفات والمعايير القياسية العالمية التي يجب مطابقة حدودها للمواد أو مستوى مهارة العمل. هذا هو الفرق ما بين فهذا هو الفرق ما بين أو العلاقة ما بين المواصفات والخرائط. هذا المثال اللي من شوية ذكرناه على الوصف الكامل والوصف الخواص النهائي. معلش المحاضرة هذه شوية دش شوية، لكن مهمة في فهم المواصفات، وبما أن خاشة فيها المواد لابد أن تعرفوا على مواصفات مواد الإنشاء. مواصفات مواد الإنشاء. مواصفات المواد المستعملة في الأعمال الاعتيادية اللي هي شنو؟ عندنا تربة الردم، ليها مواصفات. فالتربة المستخدمة في الردم حول الأساسات أو تسوية المناسيب يجب أن تكون نظيفة من أي مواد عضوية أو أحجار أو مخلفات هدم. هذه تربة الردم، لأن في بعض البنود يقول لك استيراد تربة ردم، إذا كان ما فيش تربة ضمن هذه المواصفات في الموقع فيتم استيراده من موقع آخر أو حتى من خارج البلاد. 2. الرمل. الرمل لابد أن يكون ضمن تدرج حبيبي معين، يكون نظيف، خل من المواد العضوية وخاصة الأملاح، وهذا اللي بتلقوه ضمن فقرة الرمل. الركام نفس الشيء، يجب أن يكون خالي من الكتل المتماسكة والمواد العضوية أو الضارة مثل الأملاح، وأن يكون متدرج الحجم، ويجب أن يغسل جيدا قبل الاستعمال. الركام هو الحاجة الوحيدة اللي يحمل هذا الشرط ومتعارف عليه. وألا تزيد أقطار حبيباته عن الحدود المبينة لكل عمل من أعمال التنفيذ. فعلى سبيل المثال، الركام المستخدم في خرسانة الأسقف مقاسة أصغر من الركام المستخدم في الأساسات من نوع الحصيرة، وهكذا. فعلى حسب النوع المطلوب تنفيذه هناك مقاس خاص بالركام، وأكيد الكل يعلم الشيء هذا. نجي للمياه. المياه لابد أن تكون عذبة نظيفة خالية من المواد الضارة زي الزيوت، الأملاح، المواد القلوية والعضوية، وأن تكون نسبة الماء المستعملة في الخرسانة بالحد الأدنى الذي يسمح باكتساب الخلطة المرونة الكافية. وكيف تحدد كمية المياه في الخلطة؟ كنسبة من وزن الإسمنت، وهذا نحن أشرنا عليه من شوية. نجو للإسمنت. الإسمنت يجب توريد وتخزين كميات الإسمنت اللازمة باهي لتنفيذ الأعمال حسب احتياجات العمل وفقا لجدول زمني. منجيش أنا مشروع مدة تنفيذه مثلا عامين نمشي نجيب كمية الإسمنت كلها ونخزنها عندي، فمنطق للعمل اللي بينفذ في نهاية العام الثاني إلا ونلقى الإسمنت بتاعي مدة صلاحيته منتهي. لا، يتم توريده وفق لجدول زمني، تمام، بحيث يتم استعماله خلال فترة الصلاحية المحددة لكل نوع من أنواع الإسمنت. ويجب إعداد الأماكن الصالحة للتخزين، وذلك لحمايته من الرطوبة والأمطار، وتحدد نوعية الإسمنت حسب نوع أعمال التنفيذ. نجي للإضافات. ما هي الإضافات؟ قد نحتاج أن نضيف للخلطة الخرسانية بعض المواد التي تسمى المواد الإضافية، تمام؟ فهنا شنو يوضح لي الفقرة هذه؟ تقول الإضافات يجب أن تكون نسبة الإضافات محددة كنسبة مئوية من وزن الإسمنت، وألا تكون لها تأثيرات ضارة على الخرسانة وحديد التسليح، ولا تقل مقاومة الخرسانة المحتوية عليها عن 85% من الخرسانة،
التي لا تحتوي على إضافات، هذه الشرط. واضح؟ 7، الحديد، يجب أن تكون أسياخ الحديد خالية من أي مواد عالقة بها، زي شن، المواد العالقة بها تؤدي إلى الضعف، ضعفها من شنو؟ من تماسكه بالخرسانة، فيصير فصل ما بين الحديد والخرسانة. شنو هي المواد هذه؟ زي الشحوم وزي الصدأ. ويجب تشكيل الحديد وفق للرسومات التوضيحية، اللي هي الرسومات التنفيذية، اللي هو نشكل الحديد وفق للرسومات التنفيذية اللي هي الرسومات الإنشائية. ويجب ضمان الحد الأدنى من الغطاء الخرساني لحماية الحديد، وكذلك الحفاظ على المسافة بين الأسياخ والكانات، وذلك وفق للتصاميم المعدة. الطوب البناء، يجب إجراء تجارب معملية على الطوب المستعمل في أحد المختبرات المعتمدة، وذلك للتأكد من مقاومة الضغط ونسب الامتصاص، ويجب أن يخزن بطريقة تسمح بالحركة داخل الموقع. تمام، مش نجي نحطه في مكان حد يسبب لي إعاقة للعمل، لابد أن يكون هناك ترتيب ودراسة للأماكن التي توضع فيها المواد بحيث أنها تسهل عملية الحركة داخل الموقع دون الحاجة إلى تكرار نقلي من مكان إلى آخر، ويتم ذلك بالتوزيع المنتظم على أماكن العمل المختلفة بالموقع حسب حجم العمل المستعمل فيه الطوب. نجي للجير، تو المواد هذه كلها خاشة في عملية البناء. الجير، تحديد نسبة كربونات الكالسيوم بين قوسين لاستعماله في أعمال البياض وأحيانا كطبقات أولية للدهان أو الدهانات. من مميزاته إكساب العجينة أكثر مرونة، تساعد في عملية البياض ويزيد من زمن الشك، زمن الشك. الجبس عكس الجير، توجير يخلي شني، قال لك يزيد من زمن الشك، معناها شني تكون يعني الطول وما تجف، لكن الجبس العكس، تحديد أقل زمن للشك يعني في صمت تتصلب، وأكبر زمن للشك 30 دقيقة. ومن ميزاته سرعة التصلب، ويستعمل في الأعمال التي تتطلب سرعة التركيب كالأعمال الصحية والديكورات. ب، مواصفات المواد المستعملة في الطبقات العازلة، وهذه المواد المستعملة في البناء، أعمال البناء المختلفة. هنا مواصفات المواد المستعملة في الطبقات العازلة. الطبقات العازلة عندنا العزل عدة أنواع، عزل على الرطوبة، على الحرارة، على الصوت. فشن هي مواصفات المواد العازلة؟ هي أنا أعطوا عدة أمثلة، مواد تستعمل في عزل الرطوبة زي البيتومين، تحدد الخواص الآتي: أن يكون الوزن النوعي له واللزوجة، درجات الاشتعال لأن 20 درجة مئوية لتحديد درجة التسخين، والمديبات. تمام، الخيش المشبع بالبيتومين، الورق المقوي المشبع بالبيتومين تعتبر مادة من المواد العازلة للرطوبة. من ناحية شني أوصافها، مواصفاتها شني: وزن المتر المربع، السمك النهائي. مواد أخرى تستعمل طبعا عندنا هنا مواد أخرى تستعمل للعزل الحراري، ومواد تستعمل للعزل الصوت، مش هنخش فيها بالتفصيل. المواد اللازمة لأعمال النجارة والأعمال المعدنية. تمام، أعمال النجارة والأعمال المعدنية زي شنو؟ زي الأخشاب والحديد. فالأخشاب، تحديد لنوعية الخشب من حيث شني، الأخشاب اللينة الصلبة المصنوعة من بقايا الأخشاب. نجي للحديد، الحديد ناعم السطح، نظيف، خالي من الصدأ، قابل للتشكيل، ومن ناحية السمك والوزن. تمام، نجي أول لمواصفات أعمال الهدم وإزالة المباني. به، طريقة الهدم، هل هي يدوي يما بآلة ولا بالتفجير؟ أوكي، هذه بالنسبة لأعمال الهدم. الإزالة، نقل المخلفات من الموقع. طريقة وشروط النقل شن هي؟ تسوية الموقع بعد الهدم. أوكي،
تسوية الموقع بعد الهدم. نجي لمواصفات أعمال الحفر والردم، تشمل جميع الأعمال وتوفير الدعم اللازم لجوانب الحفر. يعني لما نجي ندير مثلا بدروم هنحفر، منخليش الجوانب أنها تنهار على العمال، لازم ندرس آلية تدعيم هذه الجوانب. تمام، معناها شنو؟ توفير الدعم اللازم لجوانب الحفر وهدم وإزالة كل العوائق مثل الأساسات القديمة وتحديد مواصفات تربة الردم، هذه اللي قلناها من شوية، اللي تكون لازم شيء خالية من الأحجار وخالية من الأملاح وخالية من المواد العضوية وتكون نظيفة. أوكي، وطريقة الردم والاختبارات اللازمة للتأكد من جودة العمل. أوكي، جولي أعمال الحفر، ما هي العوامل المؤثرة على تصنيف أعمال الحفر؟ أعمال الحفر إيه؟ نوع التربة، لأن الحفر في تربة رملية مش زي الحفر في تربة صخرية، مش زي الحفر في تربة من نوع كلي مشبع بماء مثلا. فنوع التربة تعتبر عامل من العوامل التي تؤثر على تصنيف أعمال الحفر. حتى لما نقول هنا، لما ندير اختبارات للموقع ونجي نكتب البنود، وصف البند، لما نوصل للبند بتاع الحفر هنقول حفر في طبقات من الصخر مثلا، لأن السعر بتاعه يختلف عن الحفر في طبقة رمل ولا في طبقة كلي ولا غيره. أوكي، فتوجد ثلاثة أنواع رئيسية للتربة تؤثر بشكل مباشر في تصنيف بنود أعمال الحفر والردم، وهي كالآتي: التربة المتماسكة، وتشمل جميع أنواع التربة الطمية اللي هي الكلي أو الصلصال يعني. تمام، الرمل المختلط بنسبة من الطمي 15% أو أكثر، هيخش ضمن التربة المتماسكة. الطفل اللي هو بين قوسين طمي مختلط بنسبة من الرمل وبنسبة من الجير، هذه تخش ضمن التربة المتماسكة. الطين والطين المختلط بنسبة من الطمي أو الرمل أو كلاهما، يخش في التربة المتماسك. معناه أنا عندي التربة المتماسك أول نوع. التربة الغير متماسكة زي الرمل والزلط أو خليط بينهما، لا يوجد بين حبيبات هذه التربة أي تماسك إلا في ظروف خاصة وفنية، ولا يمكن الاعتماد على هذا التماسك لمنع حدوث انهيارات للحفر أثناء العمل، ويتوقف الميل الملائم على زاوية الاحتكاك ونوع التربة كالآتي: الحفر في التربة الجافة غير المتماسكة يعتبر الميل آمن إذا كان مساويا أو أقل من زاوية احتكاك التربة الداخلي، اللي هي الطلبة اللي دارسين معاي مادة الأساسات، زاوية الاحتكاك التربة الداخلية اللي هي فاء، اللي هي في التربة الرملية ماذا تساوي؟ تساوي صفر. لا، في التربة الرملية ليها في التربة الطينية تساوي صفر زاوية الاحتكاك الداخلية، أما التربة الرملية فلها قيمة. الحفر في التربة الجافة غير المتماسكة يعتبر الميل آمن إذا كان مساويا أو أقل من زاوية الاحتكاك الداخلية. أوكي، باه، لأن في التربة المتماسكة زاوية الاحتكاك صفر. باه، في حالة الحفر تحت مستوى المياه الجوفية مع السماح بتسرب المياه الجوفية إلى الحفر من الجوانب، اللي هي طريقة النسخ السطحي، يعتبر الميل آمن في حدود 60% من زاوية الاحتكاك الداخلي أو أقل. في حالة الحفر تحت مستوى المياه الجوفية بطريقة تؤدي إلى تخفيض مستوياته وتجفيف الموقع قبل البدء في الحفر، اللي هي طريقة الآبار الجوفية، حيث يؤدي نسح المياه إلى زيادة كثافة التربة الرملية وبالتالي زيادة زاوية الاحتكاك الداخلية، ويكون الميل أكثر أمانا منه في حالة نفس التربة الجافة. عند الوصول بالحفر إلى مستوى المياه الجوفية، أنا فوق المياه الجوفية وتحت المياه الجوفية، بقى إذا كان الحفر في نفس مستوى المياه الجوفية فيتم عمل مسطح بعرض أكبر من أو يساوي 1.5 متر، ثم استكمال الحفر أسفل المستوى المطلوب طبقا لنوع التربة، اللي هي الطريقة اللي اسمها طريقة نسح المياه. طبعا في رسمة توضح الشيء هذا.
أنا في حالة التربة الصخرية، قالك تربة صخرية سهلة التفكك، وتربة صخرية شديدة التماسك، أما في الحفر من خلال الهواء المضغوط فإنه يعتمد على قوة الضغط الجسماني للعمال ومش عارفة شنو. طبعا هذا من باب الاطلاع، نرجو إنكم تطلعوا عليه. أوكي، ولا نمر عليه بشكل سريع. التربة الصخرية وهي ذات تماسك داخلي، إلا أنها متشققة بشدة وقابلة للتفتت والقطع بسهولة إلى شرائح. تمام، التربة الصخرية شديدة وهي ذات مقاومة إنشائية عالية، ويتم استخدام المطارق الهيدروليكية المركبة على حفارات أو المطارق العاملة بالهواء المضغوط، ويفضل استخدام النوع الأول، حيث أن قوة ضغط الحفار الناتج عن الاسطوانات الهيدروليكية هي أساس عملية الحفر. أما في الحفر من خلال الهواء المضغوط فإنه يعتمد على قوة الضغط الجسماني للعمال، ويمكن استخدام المتفجرات في نسف وتفجير الصخور المتصلدة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء أثناء عملية التفجير أو تخزين المتفجرات لضمان السلامة والأمان. طبعا الرسمة هذه المتعلقة بمنسوب المياه الجوفية، وسواء إذا كان الحفر فوق منسوب، طبعا هذا هو منسوب المياه الجوفية، فإذا كان الحفر فوق منسوب المياه الجوفية لابد أن تكون زاوية الميل باهي مساوية إلى زاوية احتكاك التربة، ويؤثر طبعا منسوب هذا المياه الجوفية، منسوب المياه الجوفية، حفر فوق منسوب المياه الجوفية، حفر تحت منسوب المياه الجوفية، مع ملاحظة عمل مسطح مناسب اللي هو قلنا 1.5 متر لا تقل، هو المسطح عند منسوب المياه الجوفية نخلو مسطح يعني مسافة أفقية لا تزيد أكبر من أو تساوي 1.5 متر، وبعدين نكملوا استكمال الحفر، ناخده بزاوية تساوي إلى زاوية الميل أو زاوية الاحتكاك، وبعدين نبدأ نزيد عملية الحفر تحت منسوب المياه الجوفية. طبعا هنا محدد لي الزوايا، قال إذا تربة غير متماسكة فإن زاوية الميل هذه لازم تكون 45 درجة، إذا كانت تربة متماسكة فإن زاوية الميل هي اللي أنا نصنعها باش نبدأ نحفر الجزئية هي تكون في حدود 60، في صخر لين 70، في صخر صلد 90 درجة، وهكذا. هنا الجزئية تتحدث على أعماق الحفر، أعماق الحفر يؤثر عمق الحفر لأي نوع من أنواع التربة على تصنيف بنود أعمال الحفر، وتحدد المواصفات فيه. 1، في التربة المتماسكة غالبا يتم عمل بند مستقل لكل عمق 1 متر، في حالة التربة التي بها مياه رشح أو تحت منسوب المياه الجوفية يتم تصنيف البنود لكل 0.5 متر تحت منسوب المياه الجوفية. طريقة تنفيذ أعمال الحفر يا إما يدوي أو طريقة بالآلة، يا إما آلية أو يدوي، فشني لابد الالتزام بالمنسوب المحدد بالرسومات هي باهي، وتحديد نوعية الحفر، حفر في طبقات رملية ولا طينية، الحفر في طبقات الصخر بمعدات تكسير تعمل بضغط الهواء اللي هي مواد تفجير، وفي حالة الحفر في طبقات صخرية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار جميع احتياطات الأمان والضرورية عند استخدام مواد متفجر، بحيث لا يكون لها تأثير على العمال والمباني المجاورة. انتهينا من أعمال الحفر، هنشوف أعمال الردم. المواد المستخدمة، المواد المستخدمة في أعمال الردم سواء داخل المباني أو حول الأساسات أو حول أنابيب الصرف يجب أن تكون مطابقة لما هو محدد في الاشتراطات والمواصفات الفنية للأعمال، وتتنوع أعمال الردم إلى بنود مختلفة يتم تصنيفها طبقا للعوامل الآتي. شنو هي العوامل؟ نوع العمل. تمام، طبعا الشكل هذا يوضح طريقة الدمك، طريقة الدمك بعد إجراء عملية الردم، حيث يتم هنا قال لي حيث يتم تصنيف نوع العمل إلى ردم حول الأساسات في أماكن مفتوحة أو ردم داخل مبنى
اللي هي الأماكن المغلقة، باهي طبقا لدرجة صعوبة العمل، ويتم الرد حول الأساسات على هيئة طبقات قبل إجراء عملية الدمج في حدود 30 سنتيمتر كل طبقة، سماكتها 30 سنتي، يعني كل ما يفرش طبقة بسماكة 30 سنتي يجري عملية دمج، ثم تدمج جيدا قبل وضع الطبقة الموالية. نجي لي شني؟ اثنين، نحن قلنا واحد نوع العمل، اثنين نوع التربة. يؤثر أيضا نوع تربة الردم في تصنيف البنود، فيخصص بند مستقل لكل نوع تربة، مثل الردم بتربة غير متماسكة رملية أو كسور الصخور. ثلاثة، منسوب المياه الجوفية، حيث يتم تحديد بند مستقل طبقا لمنسوب المياه الجوفية. أربعة، مصدر الردم. مصدر الردم ينقسم مصدر مواد الردم إلى ردم مورد من ناتج حفر في حالة صلاحية نواتج الحفر لأعمال الردم، وردم مورد من خارج موقع في حال عدم صلاحية ناتج الحفر لأعمال الردم المطلوبة للمبنى، حيث يتم تخصيص بند مستقل لمصدر التربة. باهي الأعمال التي تتم في الخنادق حول مواسير الصرف الصحي، مواد الردم يا إما تكون من رمل زائد حصى خالي من الكتل الترابية والأحجار الكبيرة 25 مليمتر، أو إلى طبقات، وتطبق كل طبقة بعناية وبكامل القطع. وفي حال مخالفة هذه الاشتراطات، يتحمل المقاول إعادة فتح الخنادق وردمها مرة أخرى على نفقته طبقا للمواصفات. أيوة، لما هو ينفذ أعمال الحفر والردم والخنادق، والردم في الخنادق ولا في أماكن مفتوحة ولا أماكن مغلقة، حيث ينفذها مخالف للمواصفات، في هذه الحالة لا، يرجع يفتح الخنادق مرة ثانية ده ويعاود يردمها وفق للمواصفات، لأن هنا وقع خلاف بينه وبين المالك، احتكموا للمواصفات. نجوهن مواصفات أعمال الخرسانة العادية. مواصفات أعمال الخرسانة العادية، تخلط المواد المكونة للخرسانة العادية خلطا جيدا قبل إضافة الماء لتصبح متجانسة، ثم تضاف كمية الماء تدريجيا مع الاستمرار في الخلط حتى تصبح عجينة مرنة القوام. توضع الخرسانة العادية بعد الخلط في الأماكن المحددة بالرسومات حسب المقاييس المحددة، على ألا تزيد سمك الطبقة عن 25 سنتيمتر، ويجب رشها بالماء جيدا لمدة لا تقل عن 3 أيام. هذه المعالجة. مواصفات أعمال الخرسانة المسلحة، هذه الخرسانة العادية، تمام. في حالة الخرسانة المسلحة، تنفذ الخرسانة المسلحة طبقا للقطاعات والبيانات الموضحة بالرسومات، ويجب استعمال الخلاط الميكانيكي في خلط مكونات الخرسانة مع استعمال الهزاز لدمج الخرسانة جيدا أثناء الصب، لأن في العادة الخرسانة هذه تنفذ في سمكات تزيد على 25 سنتيمتر، مش زي الخرسانة العادية، عشان هيك لابد من استخدام هزاز بحيث نتفادى ما يسمى بمشكلة التعشيش في الخرسانة، اللي هي بعد ما نفك القالب الخشبي نلقى فراغات فراغات، أوكي. وتكون جميع المواد المكونة للخرسانة المسلحة مطابقة للمواصفات، ويجب أن تكون الشدات الخشبية مطابقة للأبعاد والقياسات والأشكال والقطاعات والمناسيب المطلوبة الموضحة بالرسومات. يعني مش يكون عندي عمود 30 في 30، يدي اللي هو قالب 40 في 40، لا مش على مزاجه، هو يتقيد بالرسومات التفصيلية الموجودة في المقاطع، المقاطع والأشكال الموجودة في الرسومات. وتعمل بحيث لا تسمح وتعمل هذه القوالب بحيث لا تسمح بتسرب العجينة الإسمنتية للخرسانة، ويجب أن تكون ثابتة ومتينة ومستقرة لكي تتحمل الأحمال الواقعة عليها الناتجة من حديد التسليح ووزن الخلطة الخرسانية والحركة الناتجة من عملية الصب، لضمان عدم حدوث أي نوع من أنواع الهبوط أو التشكل لأي نوع من الأعمال الخرسانية. يعني ما يصيرش أي تشوه في العنصر الإنشائي اللي أنا ننفذ فيه. مثلا زي خرسانة السقف،
الأسقف قبل البدء في صب الخرسانة يجب التأكد من عمليات توزيع وتكسيح الحديد، توزيع الحديد وتكسيحه حسب تفصيلات الرسومات المبينة، وكذلك المسافة المحددة للغطاء، والتأكد من عمليات تثبيت الشدات، ولا يسمح بفك الشدات الخشبية إلا بعد مرور الفترة الزمنية المحددة حسب نوع العمل ونوع المواد الإسمنتية المستعملة. هذه مهمة جدا. تمام، نجولي أعمال المباني اللي هي الحوائط، التأكد من سلامة ونظافة الطوب المستعمل في البناء وكذلك مطابقته للمواصفات المحددة، التأكد من سلامة بناء الحوائط وخلوها من الميول الأفقي أو الرأسي، والمحافظة بقدر الإمكان على تسوية أوجه الحوائط بشكل يقلل الحاجة إلى كميات كبيرة من البياض، البياض اللي هي الياسة، لما يصير اعوجاج في الساس يضطر إن هو يحاول يواسي اعوجاج الساس هذه بالياسة، فبيزيد من كمية الياس المستخدم. فهنا لا لا لا، فينتبه للنقطة هي. جو هنا أعمال الطبقات العازلة للرطوبة والحرارة، اللي هي التأكد من توزيع جميع مواد الطبقات العازلة بحيث تكون مطابقة للمواصفات المحددة، التأكد من الأوزان المحددة للمواد المستخدمة في طبقات العزل، وهذه هي ذكرناها مسبقا. يجب تنظيف الحوائط والأسقف التي سيتم دهنها بالمادة العازلة. تمام؟ أوكي. وتستعمل أعمال العزل في عمل طبقات عازلة للأساسات مثل عند ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ده طبقات عازلة للأرضيات دورات المياه، طبقات عازلة لأرضيات البدروم، طبقات عازلة للحوائط الملاصقة للبدروم. تستخدم المواد العازلة للحرارة عادة ما تكون من خرسانة خاصة أو طبقة من الإسمنت الرغوي ذو معامل توصيل حراري صغير جدا، وتفرش طبقة منه على الأسطح العلوية لعزل الحرارة. نجولي أعمال البياض، البياض اللي هي الياسة، يجب تنظيف الحوائط ورشها بالماء والتأكد من أن جميع المواد المستخدمة مطابقة للمواصفات، اتباع أفضل الطرق لضمان الحصول على أسطح بياض مستوية، والمحافظة على أن تكون زوايا تقابل الأسقف مع الحوائط سليمة ومستوية، وكذلك فتحات الأبواب والنوافذ. تحديد أقصى سمك لطبقات البياض، وصف وتحديد طرق تسليح البياض اللي هو الشباك المعدني، هذا اللي يستخدم عادة في علاج التشققات، يعني في الأماكن الأكثر تعرضا لظهور التشققات. العمل على أن تكون الحوائط التي ستغطى بالسيراميك مثل زي حشاكم الحمامات مطابخ ذات أسطح خشنة حتى تساعد على التماسك بين السيراميك والحائط. اللي بعده تحديد المواد الخاصة المضافة لبعض أعمال البياض زي شني جدران خزانات المياه. أوكي، نجولي أعمال البياض البلاط، قصدي عفوا البلاط. لاحظوا نحن بدينا من تقريبا من بداية عمل الحفر وصلنا تو الأعمال الصحية البلاط، الالتزام بنوعية ومواصفات البلاط المحدد وكذلك توريد الكمية المحددة للموقع قبل البدء في أعمال تركيب البلاط. قبل البدء في أعمال تركيب البلاط يجب تحديد طريقة إعداد وتجهيز السيراميك للتركيب، يجب المحافظة على مناسيب تصريف المياه في الأماكن الغير مغطاة وخاصة في الأسطح. بعد الانتهاء من جميع أعمال المبنى بما فيها أعمال الدهانات، تنظف جميع الأرضيات ويتم جلي البلاط وذلك للحصول على أسطح مستوية ونظيفة، ثم يتم تلميعه عندما يحين وقت التسليم. هذا كله خشب المواصفات. أعمال السلالم، يجب تحديد نوع وطريقة كسوة السلالم، خشب، بلاستيك، بلاط، رخام إلى آخره، وتشمل أيضا تحديد لنوع البلاط والرخام في حالة استخدامهما للسلالم. أعمال النجارة، سامحونا قلنا والله المحاضرة هذه لأن كلام واجد لكن مهم، هذا هو الوصف، الوصف يفيدنا في الوصف، بس المحاضرة اللي بعدها كلها مساء، كلها مساء، نحن تقريبا قريب نكمل. أعمال النجارة، تنقسم أعمال النجارة في المباني إلى ثلاثة أقسام، أعمال النجارة الإنشائية والتي تختص بإنشاء المباني،
وأعمال التركيبات الخشبية، وهي التي تختص بالتركيبات الخشبية المختلفة بالمبنى زي الأرضيات وتجاليد خشبية للحوائط والأسقف وغيرها. نجي اللي بعد، أعمال نجارة الأبواب والنوافذ، وتختص بأعمال الأبواب والنوافذ الموجودة في المبنى والمنفذة بالأخشاب، ويجب أن تطابق الشدات الخشبية مطابقة تامة للأبعاد والأشكال والمناسيب المطلوبة كما هو مبين بالرسومات، وبحيث لا تتسرب منه المونة الإسمنتية إذا ذكرناها، وتكون متينة بحيث تتحمل الثقل الواقع عليها بدون أي هبوط. يجب اعتماد الشدة قبل فرش الحديد وصب الخرسانة، والمقاول مسؤول وحده عن متانة وسلامة الشدات رغم اعتماد الجهة المشرفة على التنفيذ له أو لها. تمام؟ لا يسمح بفك الشدات بعد الانتهاء من صب الخرسانة إلا بعد مرور المدة المنصوص عليها في المواصفات طبقا للأعمال الواقعة على كل عنصر إنشائي. يجب أن تتماشى جميع المواد المستخدمة في أعمال نجارة الأبواب والنوافذ مع أعمال الدهانات. يجب أن يكون الخشب المستعمل خالي من أي أثر يدل على تعرضه للتلف. نجول للأعمال المعدنية، يجب أن تكون أسياخ التسليح خالية من أي مواد عالقة بها تقلل من التماسك بينه وبين الخرسانة، وذكرناه في أكثر من موضع، مثل الصدأ أو الطبقات الترابية، وكذلك من أي شحم عالق بها، ويجب تنظيف الأسياخ إذا استدعى الأمر ذلك. يجب تشكيل الأسياخ حسب الأشكال المبينة في النماذج التفصيلية تماما. يجب أن توضع أسياخ التسليح في الأماكن المحددة لها بعناية ودقة، وذلك باستعمال سلك ربط وأسياخ لحفظ المسافة بشكل لا يسمح بزحزحة الأسياخ أثناء الصب. 4. في الأجزاء التي تزدحم فيها الأسياخ، يجب بحيث يصعب أن تتخلل الخرسانة جميع الفراغات، يجب أن تستعمل خرسانة من الحصى الرفيع مع ضرورة الصب بطريقة الاهتزاز الميكانيكي. واضح؟ ده نجولي أعمال الطيلاء. أعمال الطيلاء، ينظف السطح من المواد العالقة الضعيفة التماسك. يجب أن تكون هذه الأسطح جافة تماما قبل البدء في أعمال الدهان، ويجب عدم البدء في أعمال الدهانات إلا بعد مضي فترة على الانتهاء من أعمال البياض اللي هي الياسة بمدة لا تقل عن أسبوعين في الصيف وثلاثة أسابيع في الشتاء. تمام؟ ده التأكد من أن منتج الشركة حاصل على شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس، ووجود علامة الجودة على كل عبوة دهان. اللي بعد ذلك، التأكد من صلاحية عبوة الدهان، ويفضل ألا يكون قد مر على تصنيعها 6 أشهر، كما يفضل تفقد مكان تخزين العبوات للتأكد من أن مكان تخزينها محمي من الحرارة وأشعة الشمس المباشرة. مش ما نفتحش نلقاه متجلد من الداخل، وهيعطي نتيجة سلبية أكيد. إذا كانت النقطة الهاء، إذا كانت الدهانات بالحمامات أو المطابخ أو غرف الغسيل، يجب أن يكون مقاوم للماء والقلويات والأملاح، بحيث أن حسن تنفيذ طبقة البياض تساعد كثيرا في التوفير بمرحلة الدهان. هذه هي محاضرتنا، وهذه هي آخر نقطة متعلقة بالمواصفات. نتمنى إن احنا نكون قد أشملنا هذا المستند وقضينا عليه فكرة شاملة ووافية. نتمنى التوفيق للجميع، ونتلاقوا إن شاء الله في المحاضرة الرابعة بعون الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.